السلام عليكم، رجعنا اليوم في فيديو جديد باش نحكو فيه كيفاش تعمل باتش للبلاي ستيشن 2، او الاصح معناها كيفاش تعمل انستول للفري ماك بوت في الميموري كارد اللي عندك نتاع البلاي ستيشن 2. على خاطر الباتش نتاع البلاي ستيشن 2 كي تصير له انستول معناها يصير له انستول في الميموري كارد، ماهوش في اليو اس بي ولا في بلاصه اخرى، معناها في الميموري كارد. شنو باش نستحقو؟ باش نستحقو دي في دي، سي دي دي في دي، ولازم يكون السي دي في البلاي ستيشن 2 اللي عندك معناها يخدم، قرأ الاقراص اللي عندك في السي دي لازم يكون يخدم. وباش نستحق يو اس بي، الحجم نتاعها ما يهمش المفيد على خاطر هي الفايلز اللي باش نعمل لهم كوبي الحجم نتاعهم ما يتعداش حتى 7 ميجا. وبي سي هذاك هو على خاطر باش نعملو بيه جرافير للسي دي، معناها باش نحولوا الفايلز اللي هم الايزو اللي باش نهبطهم بالانترنت باش نحولوهم للسي دي. قبل ما نمشوا للبي سي ونشوف شنو باش نستحقوا في البلاي ستيشن 2 اللي عندك، تحل البلاي ستيشن 2 باش يطلع لك البروزر والسيستم كونفيجريشن عادي، معناها بشكل عادي. وشنو تعمل؟ تضغط على المثلث، تضغط على المثلث وتشوف الدي في دي بلاير. الدي في دي بلاير باش تلقى قدامه رقم، فرضا كيما البلاي ستيشن اللي عندي البلاير نتاعها النسخة نتاعه 3.11 يو، واللي هو معناها بلاي ستيشن 2 سليم، معناها ماهوش معناها لا هفات لا حتى شيء. على خاطر من بعد الرقم هذاك باش نستحقوه كي باش تهبط الفيشي ليزو اللي باش تعمل لها جرافير على السي دي. وتوا نمشو للبي سي، وحاليا في البي سي باش نشوفو مع بعضنا شنو باش نستحق. اللينك معناها اليانات المواقع نتاع اللي باج هذا من الكل باش يكونوا موجودين في الديسكريبسيون. باش نشوفو اول واحدة، اول واحدة اللي هي الفري دي في دي بوت، الفيشي الايزو اللي باش نصبوه في الديسك اللي من بعد باش نعملو منه الانستالاسيون نتاع الباتش. اول حاجه تمشي للبري بيلد ايسو، هذه تعمل كليك هنا وشوف الفيرسيون نتاع الدي في دي اللي عندك في البلاي ستيشن. لو كان عندك 3.10 او 3.11 تعمل تيلي شارج، تعمل داونلود للفايل الاول. لو كان عندك البلاي ستيشن 2 نتاعك سليم اللي هي الصغيره هذيك سليم، تعمل تيلي شارج مول هذه. لو كان عندك الدي في دي اللي عندك 2.10 او 2.12 تعمل داونلود لهذه. بالنسبه لنا احنا حاليا باش نشوفه مع البلاي ستيشن سليم اللي هي هذه، تعمل كليك هكا ومن بعد تجي للداونلود هذه تيلي شارج مول، تكليك عليها وتعمل لك تيلي شارج مول كيف ما تشوف هنا عملت تيلي شارج مول. من بعد نمشو لل فري ام سي بوت، تختار انا هي اللي تحب تعمل لها داونلود، الكل كيف كيف، انت ماذا بيك ديما تعمل تيلي شارجمون ولا داونلود للاخر واحدة. انا باش نعمل داونلود لذيا 1965، تستنى تعد اوكي. ومن بعد باش نعملو داونلود لايم جي بيرن، البروجرام هذا اللي باش يعاوننا نحطو الفايل في الديسك. تكليك على provided by IMG Burn تيعمل داونلود زادة فيسا فيسا. وكيف ما تشوف الفيشي هذي الاكستنسيون تاعها 7-zip باش نستحقو الوين رار ولا 7-zip باش نعملو معناها باش نعملو لها اكستراكت، نعملو داونلود للوين رار. كما تشوفوا هذوما هما الفايلز نتاعنا الكل اللي هما 4. لو كان عندك الوين رار من غير ما تعمل له تيلي شارجمون، ولا لو كان عندك الاي ام جي بيرن من غير ما تعمل له تيلي شارجمون كيف كيف. باه نمشو تو نشوفوا الفايل اللي عملنا لهم الداونلود اوكي، اللي هما هذا هذه خاطئ، اللي هما هذا الفايلز اوكي. كي تبدا ما فماش اكستنسيون طالع عليك كيما في الحاله نتاع عيني هذه باش تعرف اللي هي ايسو ولا لا، تجي للفيو ومن بعد تعمل فايل نيم اكستنشن تولي تطلع لك الايزو. اول حاجه نعملو انستالاسيون الويرار، نعمل له اوكي اوكي. من بعد نعملو انستول اي ام جي بيرن
كيف كيف accept next 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 اوكي لهنا على نتاع الابديت تنجم تعمل يس والا نو باش نعمل نو باش ما يعملش تشيك يرجعك للبروزر عادي سكر اوكي نعمله فينيش من بعد تبقى عندك التو فايلز هذم الزوز اللي هم الفري ام سي بي وال الفيشي الايزو اللي هي الفيشي الايزو اللي هي هذه والاف ام سي بي الفري مكبوت هذه باش نحطوه في الـ في اليو اس بي اوكي تعمل تكليكي تعمل كليك دروات والا رايت كليك تعمل اكستراكت اوكي من بعد ما تعمل اكستراكت باش يطلع لك فولدر في وسط فولدر في وسط الفيشيات الفيشيات هذوما تنجم تعمل لهم تنجم تعملهم كوبي وتنقلهم للفولدر اللي قبلها كمان عادي حاجة اختيارية معناها تنجم تعملها كيما تنجم متعملهاش اوكي باه حاليا معناها عندنا الفولدر هذايا كل اللي تدخل له تلقى اللي في شي هذا الكل بالنسبة لي انا اليو اس بي اليو اس بي اللي عندي راكب في البلاي ستيشن راكب في البي سي فيها 14 جيجا تعمل لها فورمات تعمل فورمات تحطها فات 32 لسه متنجم تحط اللي تحب وتعمل لها ستارت باش يعمل فورمات اوكي بعد ما عملنا له فورمات تاخذ الفولدر هذا الكل الدوسي هذا الكل تعمل له كوبي 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 تدخل فاست فلاش تعملها بيست هذيك هي بالنسبه لليو اس بي المرحله هذه نسمو كملنا مع اليو اس بي كل شيء معناها تو ما عادش نستحق اليو اس بي تو باش نستحقو الفايل هذه اللي هي الايزو باش نصبوها في السي دي اول حاجه تحل اللكتور تاع السي دي وتحط السي دي نتاعك اوكي نستنى السي دي حتى يطلع ديجا طلع السي دي يطلع لك هكا معناها ومن بعد تحل لاي ام جي بير تستنى شوي لاي ام جي بير حتى يتحل با وقت اللي يتحل لاي ام جي بير تعمل هذه رايت ايمج فايل تو ديسك تعمل كليك عليها من بعد تشيل هنا لان فور بروز فور فايل تكليك عليها من بعد تمشي للبلاصة اللي حاط فيها انت الفيشي نتاعك نعمل سيلكت الفيشي هذه وتعمل لها اوبن من بعد ما تعمل لها اوبن اوكي باش ما تتحل معاك الفيشي من بعد تشوف السي دي اللي عندك لهنا وتشوف السبورتد رايت سبيد وتختار اقل حاجه بالنسبه للسي دي اللي عندي هنا فما 3 اكس هذيك 3 اكس تجي لنا تحط 3 اكس اوكي ومن بعد تنجم الفيريفاي هذه تنجم تخليها كيما تنجم تنحاها ومن بعد تعمل ران لهنا وتستنى في شي صغيره هي باش تتعدى في سماش باش تاخذ وقت طويل جمله معناها تستنى شوي حتىش اللايم جي بيرن ينقل في الشيء هذه للديسك نتاعك من بعد ما يكمل ينقل الفيشي للديسك نمشو لل البلاي ستيشن باش نكملو بقية الفيديو كيفاش تنقل الباتش اللي حاطينه في اليو اس بي تنقله من اليو اس بي للميموري كارد ولا الكارد ميموري نتاع البلاي ستيشن 2 اوكي حاليا كيما تشوف
معناها الجرافير تعدى نتاع نتاع الفيشي هذه اللي يزو للدي في دي. صاي كي تطلع لك هذه اوبيريشن سكسسفولي كومبليتد، تعمل اوكي. من بعد نحو اليو اس بي ونحو السي دي ونمشوا للبلاي ستيشن باش نكملوا بقية التوتوريالز. توا رجعنا للبلاي ستيشن 2، ركبوا السي دي وركبوا الميموري كارد نتاع البلاي ستيشن وركبوا اليو اس بي اللي حطينا فيها من الفيشيت الكل. وفي البلاي ستيشن تمشي للبروزر وترص على الاكس، ترص على الاكس في البروزر باش تلقى الميموري كارد وباش تلقى الدي في دي فيديو، وتمشي للدي في دي فيديو اللي هو ذاك السي دي وتعمل اكس. وقت اللي تعمل اكس باش يتحل معانا بروجرام صغير واللي هو نسخة من اليو لونش الف. كي تحل اليو لونش الف ترص على الدورة، ومن بعد تهبط للماس المكتوب عليها ماس هذيك، ومن بعد ترص على الدورة، ومن بعد تمشي للفولدر اللي عملناه اللي هو اسمه الاف ام سي بي، تمشي له ترص على الدورة، ومن بعد تهبط تمشي للfmcbinstaller.elf هذيك وتعاود ترص على الدورة اللي هي الدائرة معناها في الكنترولر في المانيت اللي عندك. اوكي باش تتحلك المنيو هذه، المنيو هذه اللي هي نتاع الانستالاسيون نتاع الفري ماك بوت. نجم تختار انستول ولا نجم تختار ملتي انستول، نحن باش نختارو انستول. تختار انستول وترص على الاكس. اوكي بعد ما ترص على الاكس باش تطلع لك اللي هو اللي راهو الفري مكبوت، باش يعمل لها انستول في الميموري كارد في السلوت الاولانيه. معناها تنجم تختار في الشوال هنا نتاع الانستالاسيون، تنجم تحط نورمال ولا كروس ريجيونال ولا كروس موديل. الكروس ريجيونال معناها باش يخدم لك على كيف على مناطق متعدده، وعلى الكروس موديل معناها باش يخدم لك على اكثر من بلاي ستيشن. نحنا باش نستخدمه النورمال معناها بشكل عادي جدا. تمشي للنورمال وترص على الاكس وتستنى حتى تكمل الانستالاسيون تاع الفري ماك بوت. ماهيش تاخذ برشا وقت الانستالاسيون في سافيس، هذا جوست باش يعمل كوبي للفايل من اليو اس بي للميموري كارد. وقت اللي يكمل يعمل كوبينج كما تشوفوا تطلع لك اللي هذه انستالاشن كومبليت، ترص على الاكس، من بعد تهبط للاكزيت وترص على الاكس، من بعد تمشي اوكي. من بعد كي باش تسكر البلاي ستيشن وتعاود تحلها باش تخرج لك الفناتر هذه، معاش باش تدخلك على السي دي، معاش باش تطلع لك البروزر، باش تطلع لك فري ماك بوت، وباش يطلعوا لك الاوبشن هذا من الكل. ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نكملوا نعملوا الانستالاسيون تاع لو بي ال والانستالاسيون تاع الجيمز اللي باش نحاولوا كيفاش معناها نحطهم بمنظر تحفون، منظر مزيان على البلاي ستيشن. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، والسلام.